السلام عليكم اخواتي متتبعاتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا الاقتراح ديال هذا النهار، اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله. حضرت غوتي وعشاء في نفس الوقت، حضرت كنافه مالحه وكذلك كيكه بالتفاح اللي كتجي رائعه وسهله في التحضير، والحريره الاصيله ديالنا التقليديه التي لا يعلى عليها. نخليكم مع الفيديو للاخير مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه. اول حاجه بديت بها هي الحريره، رديتها كطيب، درت هنا طريفات ديال اللحم، ضفت عليهم شويه ديال الحمص مرطب، وضفت كذلك شي عظيمات كانوا عندي باش يطلقوا لي البنه. طحنت المطيشه والبصله، طحنت كذلك الربيع، كزبر ومعدنوس والكرافس. الطريقه ديال الحريره سبق لي شاركتها معكم في القناه، غادي نخلي لكم الرابط. من بعد ديت الكوكو ديالي، خديت الحريره كطيب، مشيت باش نوجد الحشوه اللي غادي نعمر بها الكنافه ديالي. درت معلقه كبيره ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده، انا هنا درت ديال البواطه. ضفت عليها شويه ديال الزيت نباتيه، واحد جوج ديال الفصوصه ديال الثوم حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، خليتهم كيتشحروا. ضفت عليهم واحد البصله كبيره قطعتها المربعات رقيقه وخليتهم كيتشحروا. من بعد ما نزلت لي شويه البصله، ضفت عليها 300 غرام ديال صدر الدجاج، تقدروا تعوضوه بصدر الديك الرومي، انا درت غير صدر ديال الدجاج كان عندي. صافي خليت كلشي كيتشحر مزيان. من بعد غادي نبدا نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل درت شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، راس المعلقه ديال الهريسه، اللي ما كيبغيش الحار ما يديروش، يستغنى عليه. اللي عندي من بعد غادي نضيف عليهم، نرش عليهم الزيت والزبده اللي ذوبت بهذا الشكل هذا، وغادي نجيب واحد الكاس صغير وغادي نبقى نضغط عليهم باش تشد لي العبار ديال المول اللي راني حاطه فيه. صافي غادي نجيب الحشوه، غادي نبدا نعمر. من بعد غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي، غادي نبقى نجمع دوك الجناب صافي ونغلق عليهم. نغلق عليهم وفي نفس الوقت كنضغط كما كتشوفوا. عاد غادي نضيف الكميه ديال الكنافه من الفوق باش نغطي عليهم،
يعني حاولوا غير تضغطوا عليها راه كتلصق. ديروا غير كميه خفيفه هنا باش تغطي لنا هذيك الحشوه ما تبقاش تبان. صافي ملي نكملوا غادي ندهنوهم مزيان بالزيت والزبده. الزبده ملي ذوبتها راه خليتها حتى نشفات من الماء ديالها كامل. صافي غادي نحاول انني نضغط عليهم. هنا الفران انا شعلته كيسخن غادي ندخلهم يطيبوا. نكمل الكميه اللي عندي كامله. درت جوج ديال البلاطوات هانتوما كتشوفوا من بعد ما طابت كنحيدوها بسهوله ما كتلصق ما حتى شي حاجه. صافي انا للتزيين عندي حبات ديال الكروفات بالقشور ديالهم قليتهم شويه ديال الزبده والزيت. وغادي نجيب الفرماج ديال الساندويتش غادي نقطعو بهذا الشكل هذا على شكل ورده بهذه القطاعه. صافي وغادي نحطهم فوق من الكنافه وغادي نزين كل حبه غادي نزينها بحبات ديال الكروفات. هذا هو الشكل النهائي ديال الكنافه مالحه ديالنا. صراحه جات لذيذه لذيذه بزاف وراقيه حتى في المنظر ديالها. فهاد الاثناء هذه الحريره ديالي كانت وجدات كما كتشوفوا. صافي غادي نضيف عليها جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطعين معلقه ديال السمن وغادي نضيف لها شويه ديال الشربه فيرميسيل الشربه شعريه. صافي وغادي نسد عليها وغادي نخليها على جنب. نمشي باش نحضر الكيكه ديال التفاح اللي غادي نحتاج فيها جوج حبات ديال التفاح مقشرين مربعات غادي نديرهم في الغرف ديال المولينيكس. غادي نضيف عليهم كاس الا ربع كاس الا ربع ديال السكر سنيده كاس الا ربع ديال الزيت جوج ديال البيضات ساشي ديال الفاني ساشي ديال الفلون كراميل وغادي نضيف علبه ديال ديسير كراميل ديال دانيت كيعطيها واحد المذاق رائع. صافي غادي نطحن كل شيء في الغرف. من بعد غادي نخوي هاد الخليط هذا في واحد الاناء وغادي نبدا نضيف عليه الدقيق. بالنسبه للدقيق فهنايا جاتني جوج ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق وغادي نضيف معاهم جوج ديال الساشيات ديال الخميره الكيماويه. هنا الدقيق ضروري نغربلوه ضفت الكاس الاول مع الساشي ديال الخميره. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نضيف كذلك الكاس الثاني. هنا الفران راه عندي سخون حيت ديجا طيبت فيه الكنافه. بالنسبه لهذا الخليط فهو كيجي ثقيل شويه على الخليط العادي ديال الكيك كما كتشوفوا. هنايا عندي تفاحه اللي حكيتها بالحكاكه الرقيقه ضفت لها شويه ديال اللوز ايفيلي وصافي كنرشها على الوجه ديال الكيكه وغادي ندخلها تطيب. النار من الاسفل حتى تطلع عاد كنزلوها لتحت باش تاخذ اللون على الوجه ديالها. وهذا هو الشكل ديال الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران. غادي نحيدها من بعد غادي نزينها بشويه ديال حبيبات الشوكولا كيبقى اختياري يعني كنوع من التزيين فقط. وغادي نزينها كذلك بخطوط ديال لاصوص كراميل حتى هي كتعطيها واحد المذاق اللي زوين بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كتجي رائعه. كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اقتراح اللي هو سهل وراقي في المنظر ديالو. نتوما عارفين باللي الوليدات فوق القرايه كيبغيو كيجيو عيانين في العشيه كيبغيو غوتي وعشاء في نفس الوقت. فانا اقترحت عليكم هذا الاقتراح نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال هذا النهار ما تنساوش ديروا لي لايك ما تنساوش تعليقاتكم الزوينه المحفزه والمشجعه. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء مع فيديو آخر.